يقول بعض الحجاج يأتون إلى مكة في وقت مبكر، وكل يوم ينزلون إلى الحرم للطواف والجلوس فيه، مما يحدث زحمة في الحرم بكثرة القادمين للحج، فهل هذا من السنة أو ما حكمه وفقكم؟ ليس من السنة للحاج أن يكثر الطواف بالبيت، بل السنة في حقه أن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وطاف طواف القدوم، ثم طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طاف طواف الوداع صبيحة اليوم الرابع عشر. لا. فلم يطوف بالكعبة إلا 3 مرات فقط، وكل هذه الأطوفة أطوفة نسك لا بد منها. فعمل بعض الناس الآن لترددهم على البيت في أيام الحج هذا ليس مشروعا، وقد أقول إنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأنهم يضيقون المكان على من يؤدون مناسك الحج والعمرة. لا. وليس ذلك من الأمور المشروعة، فيحصل في فعلهم هذا أذية بدون قصد مشروع. فينبغي للمسلم أن يكون عابد لله تعالى بحسب الهدى لا بحسب الهوى، فالعبادة طريق مشروع من قبل الله ورسوله، وليست طريقا مشروعا بحسب ما تهوى. وما أكثر المحبين للخير الذين يعبدون الله تعالى بأهوائهم ولا يتبعون في ذلك ما جاء في شرع الله، وهذا شيء كثير في الحج وفي غيره. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على التعبد بما جاء عن الله ورسوله فقط ويمشي معه. ولو ذهبنا نضرب لذلك أمثلة لكثرات. نعم. لكننا لا بأس أن نذكر بعض الأمثلة. مثلا بعض الناس إذا جاءوا الإمام راكع تجده يسرع لإدراك الركعة، وهذا خلاف المشروع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسرعوا، وقال لأبي بكر لا تعد لما أسرع. نعم. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس في الطواف يبدأون من قبل الحجر الأسود، يقولون نفعل هذا احتياطا، ولكن الاحتياط حقيقة هو في اتباع السنة. فالمشروع أن يبدأوا من الحجر نفسه، وأن ينتهوا أيضا بالحجر نفسه. والذي أدعو إليه إخواننا المسلمين أن يكونوا في هذا العمل وغيره متبعين للسنة. لا. فأن يتحروا البداءة من الحجر والانتهاء بالحجر. لا. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس عندما يتسحر في يوم الصيام يمسك عن الأكل والشرب قبل الفجر، معتقدا أن ذلك واجب عليه، حتى إن في بعض المذكرات المواقيت يقولون وقت الإمساك وقت الفجر، فيجعلون وقتين، ووقت الإمساك ووقتا للفجر. نعم. وهذا أيضا خلاف المشروع، فإن الله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فلا وجه لكون الإنسان يحتاط فيمسك قبل طلوع الفجر، وإنما السنة أن يكون كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الاحتياط للعبادة بسبقها أمر ليس بمشروع ولا بمحبوب إلى الله عز وجل، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهذه 3 أمثلة في الصلاة وفي الحج وفي الصيام.